أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة مميزة لعشاق الأكلات السبايسي والأكلات الحارة شوي. حامل اليوم كفتة مع نوع من الصوص أو المرق قوي مركز طعمه كتير لذيذ. حنشوف مع بعض المكونات. كفتة مع الصلصة الحارة، 500 جرام لحم مفروم، 1 ملعقة صغيرة زنجبيل، 1 ملعقة صغيرة قرفة، 1 ملعقة صغيرة بهار مشكل، 1 ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة شطة، 1 حبة كبيرة بيض، 2 قطعة خبز توست، نصف كوب شطة سائلة، 1 كوب زبادي، 4 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 4 فص ثوم شرائح، ونصف كوب كزبرة مفرومة. أعزائي، الوصفة اللي حقدمها بسيطة، فيكم تنفذوا نفس الوصفة هذه على لحم بقر أو غنم أو خليط منهم، أو إذا حبيتوا على دجاج بتبقى كتير كمان طيبة على دجاج. هحتاج لحم مفروم وهحتاج شوية بهارات ونشوف خطوتنا الأولى. هلأ بالنسبة للبهارات، أنا هجمع كل البهارات اللي هستعملها سوا، هحط حوالي ملعقة صغيرة من كل بهار. أنا عندي بهارات خشنة أو صحيحة وبهارات ناعمة، هلأ عم بستعمل البهارات الناعمة. حط الملح، هحط الزنجبيل، البهار المشكل، القرفة، وححط شطة تحرق فعلا، إذا ما بدكم إياها فيكم تلغوها، بس هي شطة شطة، فنص معلقة صغيرة بكفي، وحضيف فلفل أسود. هالمكونات حقلبها سوا وحستعملها على مرحلتين. المرحلة الأولى لتجهيز الكفتة. هلأ لسه ما حطيت إيدي في اللحم، هحتاج أخلي جنبي طبق فاضي بهذا الشكل. والمكونات اللي هحتاجها للكفتة 3 أشياء: خبز توست، ممكن قطعتين من خبز التوست، هحتاج زي ما قلنا الكفتة، وهحتاج بيضة، ممكن ناخد طبق يريحنا شوي في الشغل، هذا ما حيبقى كتير مريح. هحط اللحم، وأضيف البيضة. أنا بحب دايما أكسر البيضة قبل ما أحطها مباشرة على أي أكل، سبحان الله يكون فيها أي مشكلة ما أخسر كل اللي عندي. وحضيف حوالي نص كمية البهار بهذا الشكل، ونضيف خبز التوست، فتته هيك شوي. يفضل انه نستعمل لحم مدهن شوي لهذه الوصفة. هلا اعزائي المشاهدين، حبتدي اشكل الكفتة، عندي طبق هيك جنبي يبقى جاهز، وابتدي ادعك اللحم مع البيض والتوست لغاية ما يندمج عندي تماما. بتلاحظوا انا هلا عم بدعك الخبز ابتدى يتفتت عندي. حاولوا ما تاخذوا خبز ناشف كتير عشان يصير سهل عليكم تعملوا هذه الخطوة. يبقى بدعكوا كويس، ونشوف أعزائي المشاهدين خطوتنا التالية. حبتدي أخذ قطعة من خليط اللحم أشكلها لشكل بيضاوي بهالطريقة. ممكن تعملوها كور إذا حبيتوا، بس تغيير هذا الشكل بيعطينا شكل جديد شوي. وكمل أعزائي هذه الخطوة. يبقى هيك شكلنا مقدار الكفتة بالكامل. أنا بضلني أقول كفتة، اسمها كفتة. متعودين دائما كلمة كفتة معناها فيها بقدونس وبصل، بس لا طبعا، كفتة أنواع وأشكال مختلفة. نتخلص من الجلافز، مش هنحتاجه طبعا، ونحافظ دائما على نظافة المكان، نظافة الكاونتر. هاي الأشياء كتير مهمة وإحنا بنشتغل. ونبتدي أعزائي نسخن شوية زيت، ممكن أستعمل زيت ذرة إذا حبيته، أو في ناس مع هيك أكلات بحبوا يستعملوا زيت الزيتون، أو إذا بتحبوا ممكن نستعمل كمان سمنة، حسب أنتوا رغبتكم. أنا حضيف شوية زيت ذرة، وحبتدي أعزائي أحط قطع اللحم.
هغطيهم لبضع ثواني. بدت الريحة ما شاء الله بتجنن. اوكي هلا مرق حوالي ثواني بسيطة، بفتح وابتدي اقلب لغاية ما اتاكد انه عم ياخذوا اللون الذهبي الجميل على كل الجوانب. بقلبهم بهالطريقة. هاي من الوصفات اللي كتير لذيذة وسهلة، وحتى من غير أيام رمضان تقدروا تستعملوها لفي رمضان للسحور أو على الفطور أو في الأيام العادية لغدا سريع. شفتوا ما حتاخد منكم وقت، وفيكم تنوعوا، فيكم زي ما قلنا تحطوها مثلا مرة بالأعشاب، مرة تحطولها بهارات مختلفة، كل مرة تقدموها بشكل مختلف، لأنه هذا التكنيك من الطبخ ما حياخد منكم وقت كتير، خصوصاً اللحم المفروم. مجرد هالتشويح البسيط أصبح عندي تقريباً مستوي، والريحة الشهية اللي عم تطلع عم تفتح النفس طبعاً. لاحظوا عم بقلبه بعدة جهات لغاية ما أتأكد أنه فعلاً عم ياخدوا لون ذهبي جميل. أعزائي خطوة التالية، تتذكروا إحنا قلنا في البداية عندي بهارات صحيحة. هلا ححط كم حبه من الهيل الصحيح، هاي بيعطيني طعم طيب، وححط شويه كمون، بذور الكمون حتعطيني طعم كتير طيب، او اذا عندكم شومر بذور الشومر يا الله ما ألذ طعمه، والريحه اللي حتطلع رائعه. فصوص ثوم مقطعه الى شرائح، بقيت البهارات، وحبتدي أضيف زبادي، وحبتدي أضيف صلصة طماطم، أنا خلطاها مع شوية شطة سائلة، خلطة هيك لذيذة. هالمكونات أحركها سوا، ما شاء الله على الريحة الرائعة. حبتدي هلأ أضيف قطع الكفتة اللي أخذت اللون طبعاً الجميل والرائحة الرائعة. طبعاً الكفتة هلأ عندي ما استوت 100%، أنا مجرد شوحتها بس لتأخذ فعلاً طعم رائع. طبعا صوص جديد من نوعه، هيك حتحسوا طعم هالخلطة اللي عملناها، طعم جديد وتتبيلة كتير رائعة. ببتدي أعزائي أخلي حغطي على الكفتة وأسيبها لحوالي 10 دقائق على نار هادية لغاية ما يتسبك عندي كل الخليط مع بعضه، ونشوف طريقة التقديم. بعد ما اللحم عندي تسبك بهذه الطريقة والصوص أخذ وقته كفاية، الريحة بتشهي، حوزع الكزبرة المفرومة، أرجع أقلبه تاني. وهلأ الطبق أعزائي جاهز للتقديم، خلينا نشوف شكله النهائي. أعزائي جنب طبق زي هذا ممكن نكون عاملين حسابنا مجهزين رز مشخول، أو بتحبوا شوية مكرونة، أو إذا حبيتوا حتى ممكن يتقدم مع الخبز. أعزائي للتقديم حوزع برضو شوية كزبرة خضرة، والطبق عندي جاهز، طبق لذيذ ورائع.
أعزائي المشاهدين، طبق الكفتة كتير مشهي ولذيذ، كتير بحب إنكم تستفيدوا من الوصفات وكل شيء بقدم لكم إياه، وبحب إنكم تكونوا واقفين سعداء في المطبخ. إحنا خلصنا طبخ، هخليه على جنب طبعاً، هيروح على السفرة ونشوف عملية التنظيف اللي دايماً بتبقى متعبة ومزعجة لست البيت. قديش أنا ممكن فعلاً وقفتي في المطبخ تبقى ممتعة وبسيطة وسهلة؟ عندي كتير أشياء وأفكار حلوة، كل مرة حاعطيكم فكرة كتير حلوة. عندي هون المشكلة اللي دايماً بتواجهها ست البيت في تنظيف الأرفف اللي هي الشبكية، أرفف الشبك سواء في المطبخ بتبقى بالفرن أو إذا بتبقى في الميكروويف، الرف الكبير العريض هذا الشبك اللي دايماً يهمل تنظيفه. هذا طبعاً مع مرور الوقت مع كثرة استعمال الفرن هتلاقوا إنه صار عليه بقع دهنية كتير سيئة وما بتقدروا أبداً تشيلوها. باستعمال مستر ماسل بتقدروا فعلاً أنا بعطيكم زي ما نقول الخدمة الرائعة، بحب برضو تكونوا مبسوطين في المطبخ. مجرد أني أنا حفتح هذه شوي، حخليها تكون زي سبراي، بقدر أتحكم هون في هذه الفتحة بترشلي سبراي بهذا الشكل إذا بدي، أو إذا بدي مركز كتير بقفلها فبترشلي بهذه الطريقة. يبقى أنتوا حسب رغبتكم، إذا فتحتوها تعطي سبراي بهذه الطريقة على أساس يكون عندي مجال أنه يدخل المستر ماسل ما بين الفتحات الصغيرة أو المناطق اللي يصعب الوصول إليها. بنظف بهذه الطريقة. هيك أنا طبخت، قضيت وقت مبسوطة في المطبخ ونظفت المطبخ وأنا سعيدة. وأعزائي أرجو أنه دايماً هالأفكار الحلوة تساعدكم، زي ما طبخنا أكل زاكي حباكم برضو تهتموا بنظافة المطبخ وانتوا مبسوطين، ما تحسوا أنه تنظيف المطبخ شيء مزعج، لأنه دايماً عم تجينا شكاوي من هذا الموضوع. أعزائي وصفة اليوم بتلاقوها على موقع منال أونلاين، جربوها واستمتعوا فيها.